في تاخد صورة جامدة جدا وزميلك ياخدها هي هي؟ طبعا كتير جدا ده بيحصل، بس انا بالنسبه لي انا الموضوع مختلف شويه. يعني انا يعني انا من ساعه ما بدات التصوير الرياضه في 2013 دايما كنت بدور ازاي اكون مختلف. يعني انا مش حابب ان انا اقعد جنب زميلي اللي في الملعب، مع ان لو قعدت جنبه هطلع صور مختلفه، يعني بكروب معين بقطعات معينه، لكن انا حبيت ان انا مش العادي يعني مش وقام لا انا حبيت انا اعمل حاجه مختلفه لنفسي، حاجه تبقى ووتر مارك باسمي، ان انا الزاويه دي شفت انا بقول له مش وقام والحصري وكده، فقال لي اه بالظبط. لا ما خدتش بالي والله. وقام قالتك هو الراجل ده بيقول ايه؟ لا دول حبايبي، لا 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 دول هدول نجوم. لا طبعا لا انا ما خدتش بالي والله، انا مركز في الكلام. لا لا انا مركز في كلامي. فابتديت ان انا اشتغل على الزاويه دي، وان انا اطلع فيها، وان انا اطلع اخد من فوق صور مختلفه واعمل ستوري، ودلوقتي كمان بقيت اعملها ستوري. يعني الهدف ده بصل، ده رفعها، ده جاب جون بالفرحه، تعمل حاجه مختلفه، حاجه جديده مش موجوده. وفي نفس الوقت طبعا يعني زمايلي بالعكس، انا على فكره بتابع شغلهم طول الوقت، حتى واحنا كنا قاعدين قبل ما نخش فبقول لها لا الصوره دي حلوه انت ما حطيتيهاش ليه، لان انا يعني انا بتابع شغل زمايلي، شغلهم حلو فعلا ومميز. والحصري نفس الكلام طبعا برضو، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. فانا دايما بحب ان انا اعمل حاجه مختلفه شويه وبس. ونفسنا طبعا ان احنا نتحرك اكتر. يعني انا بيبقى نفسي مثلا الف الاستاد كله، اصور الجماهير. البوابات بتبقى مقفوله، يعني البوابات كلها الداخليه مقفوله، فانت لازم عشان تطلع بره الاستاد وتلف. وبرضه بنعمل ده على فكره، يعني ستيل بنعمل ده، بس طبعا مرهق جدا. انت حضرتك انت عارف احنا بنروح الماتش الساعه كام؟ الناس بجد اللي بتعمل شير للصور دي من غير ما يعني ياخدوها كده ويحطوها من غير ما يعرف المجهود اللي انت بتعمله. يعني احنا مثلا في ماتشات النهائيات الاخيره دي بتاعت افريقيا، الماتش الساعه 10، احنا بنكون الساعه 12 الظهر في الملعب. يا نهار ابيض ليه؟ انا بتكلم حضرتك بجد. عشان تعملوا ايه؟ عشان تخش بسهوله، عشان تخش بسهوله وتقدر تتحرك بسهوله وتقدر تشتغل. عقبال ما تلف الاستاد، عشان تلف وعقبال ما الجمهور يجي، لا الموضوع مرهق جدا. وعشان كمان تبعت حتى الصور نفسها الموضوع مش سهل، احنا بنضطر نطلع بره الاستاد عشان نبعت الصور. ليه ما يبقاش عندنا واي فاي للاستاد كامل خاص بالمصورين؟ ليه ما يبقاش عندنا اماكن لينا للمصورين؟ هل احيانا بعد ما تبعت الصوره تحس ان في صوره عملت بومينج انت وانت بتاخدها مش في دماغك؟ لا انا ببعت الصوره اصلا، انا ببقى عارف ايه الصوره البومينج وانا شغال. انا ببعتها، انا ممكن لو صوره في الفار انا ببعتها قبل ما الفار يقول هي 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 وصلت ولا لا، يعني هي ضربه جزاء ولا لا. يعني انت بتبعت وانت عارف ان دي الصوره اللي هتسمع. انا بقول لك قبل ما الفار يقول النتيجه في الملعب، الحكم قبل ما يقول حضرتك، انا بكون بعت الصوره دي. هو شغلك انت، شغلك محتاج سرعه، محتاج سرعه طول الوقت، لازم تبقى سريع تبعت على طول طول الوقت. انت هو اللي بيفرق واحد عن واحد ايه، او بيفرق مكان عن مكان ايه؟ السرعه. النهارده الوكاله ليه بتبقى دايما مميزه ونقول وكاله؟ لان هي اول حد بيحط الصور. احنا دلوقتي نجحنا ان احنا نقدر نعمل ده، مصورين موجودين في الدوري المصري، لا بنشتغل شغل كويس جدا. برافو برافو عليك. على سبيل الصور اللي ممكن تعمل بوم، الصوره اللي هيحطوها لنا دي دلوقتي كنت حاسس انها هتعمل دوشه؟ الصوره دي يا كابتن في البدايه وانا بصورها انا افتكرت ياسين ده بيرخم عليه اصلا. بس خد فتره طويله بينزله. فقلت لا هو في حاجه، هو بيرخم عليه مثلا، هو الدونجا ضربه وهو طالع. انا الصوره دي بقى صوره عظيمه من جدا، من اللقطه في الماتش عرفت ان الصوره دي طايره. يعني قبل ما اخش البرنامج قلت لهم هاتوا لي اللقطه دي. هي كانت لقطه الماتش. انا دي يا كابتن نزلتها بعدها بثلاث دقائق وانا في الماتش، وانا قاعد في الماتش. يعني انا الزاويه اللي انا كنت قاعد فيها هي اللي برضو سمحت لي ان انا اصور الصوره بالشكل ده. ان كان في كذا مصور في الملعب، فاللي مثلا الزاويه دي ممكن يبقى قافل عليك لعيب، قافل عليك حكم، قافل عليك. هي جت رزق كده ان مفيش حد قدامي، الدنيا كانت كلير. فاللقطه دي انا لما بصيت عليها في الكاميرا بعد ما صورتها قلت انا لازم انزلها دلوقتي قبل ما حد كمان غيري تاني يكون مصور ينزلها. فانا عشان كده لما نزلتها وقتها الدنيا اتقلبت.